بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. درسنا اليوم موجه إلى طلاب الصف الثاني ثانوي المادة رياضيات الفصل الدراسي الثاني عنوان الدرس جمع العبارات النسبية وطرحها الجزء الثاني مراجعة وتعديل الأستاذ عبد الحسن المعلم المقدم معتصم الجهني. أرحب بكم جميعا في دروس مدرسة التطوير الإلكترونية. نبدأ مع بعض درسنا لهذا اليوم. سنتكلم في هذا الدرس عن تبسيط الكسور المركبة. يقول لي هنا تبسيط الكسور المركبة، تبسيط كل من البسط والمقام على حدة، يعني تمسك البسط الحال وتمسك المقام الحال وتقوم بعملية تبسيط لكل منهما. واحد تبسيط البسط وتبسيط المقام على كل حدة، يعني الخطوة الأولى عندي أني أمسك البسط وأمسك المقام كل واحد لحاله وأقوم له بعملية تبسيط. رقم اثنين كتابة العبارة على صورة قسمة عبارتين. إذا هذه ثاني خطوة عندي. ثالث خطوة ضرب المقسوم في مقلوب المقسوم عليه. رقم أربعة التبسيط. إذا هذه هي خطوات أو الأشياء اللي إيش؟ تمشي عليها في تبسيط الكسور المركبة. نشوف مع بعض مثال. بسط العبارة 2 زائدا 1 على إكس قسمة 3 ناقصا إكس على الواي. الخطوة الأولى عندنا في حل هذه المسألة، الاثنين عندي هنا مقامها واحد وهذه زائد واحد على اكس، إذا لما أوحد المقامات راح أضرب بسط ومقام في كم؟ في اكس. نجي للي تحت هنا 3 ناقص اكس واي، 3 مقامها واحد، عشان أقوم بعملية الطرح لازم نوحد المقامات، إذا راح نضرب بسطا ومقاما في كم؟ في واي. الخطوة اللي بعدها 2 في اكس ب 2 اكس، 1 في اكس ب اكس، زائد 1 على اكس. نجي البقاء 3 في واي 3 واي، 1 في واي ب واي، ناقص اكس على واي بتنزل زي ما هي اكس على الواي. الخطوة اللي بعدها نكتب هذه العبارة ونقول 2 اكس نجمعها مع واحد، اذا 2 اكس زائد واحد، والاكس عندي هنا ما دام المقامات موحدة اذا راح اقول المقام موحد باكس. نجي تحت في المقام هنقول 3 واي ناقصا اكس، والمقام موحد اللي هو بايه؟ بواي. الخطوة اللي بعدها راح اكتب الجزء الاول اللي هو 2 اكس زائد واحد على اكس قسمة 3 واي ناقص الاكس على الواي. بعد كده نقوم بقلب هذا الكسر ونحول العلامة الى علامة ضرب. الاول راح ينزل زي ما هو 2 اكس زائد واحد على اكس ضرب، نقوم بعملية ايه؟ قلب لهذا الكسر، حيصير واي على 3 واي ناقص اكس. الخطوة اللي بعدها نضرب الآن البسط في البسط والمقام في المقام. 2 اكس في واي 2 اكس واي، 1 ضرب واي بواي وحده، اكس ضرب 3 واي 3 اكس واي، اكس ضرب سالب اكس بسالب اكس تربيع. الآن هنا أقدر آخذ عامل المشترك في الطرفين. في البعض نقدر ناخذ عامل مشترك اللي هو الواي. لو اخذت الواي راح يبقى عندي 2 اكس زائد واحد، وفي المقام نقدر ناخذ عامل مشترك اللي هو الاكس يبقى عندي
ثلاثة اي ناقصة اكس. نروح نشوف سؤال جديد. تدري نفرض هذه العبارة A على B ناقص G على A، اثمنت G على A زائد واحد. أول خطوة عندي لازم إني أوحد المقامات. إذا بتوحيد المقامات راح أضرب الاثنين، هذه مقامها G وهذه مقامها A، إذا الأولى راح أضربها A على A والثانية حضرب هنا دي وهنا حضرب مين؟ الدي، عشان أوحد المقامات. في المقام هذه دي على إيه؟ وهذه واحد، والواحد إيش مقامه؟ واحد. إذا لازم أوحد المقامات إلى إيه؟ إذا راح أضرب ضفط ومقام في الإيه. نيجي نضرب الآن، إيه في إيه؟ في إيه تربيع. بعد كده دي ضرب دي هي دي تربيع. الدي ضرب اي دي دي اي، اذا راح تكون وحده اللي هي دي اي، لان المقامات موحده، اذا ايضا راح يكون هنا المقام موحد. نجي للمقام واحد ضرب اي دي اي، ولا ننسى الاي عندي موجوده في المقام، لان توحدت انا هنا مين؟ المقامات. صار عندي D زائد A على A. الخطوة اللي بعدها نحول هذه العملية إلى عملية القسمة، اللي هي A تربيع ناقص D على D A، قسمة D زائد A على A. طيب مين يقول الآن ايش نعمل؟ راح يصير نحول هذا الكسر القسمة إلى عملية ضرب. لما نحول هذا القسمة إلى عملية ضرب راح أقلب الكسر. إذا الكسر الأول A تربيع ناقص B تربيع على T A نزل زي ما هو. الثاني مقسوم على راح نقلبه يصير عندي A على D زائد A. الخطوة اللي بعدها نقدر نختصر الآن الـ A مع الـ A. يبقى عندنا هنا A تربيع ناقص D A، هذا المخطوط لها مرة بالموجب ومرة بالسالب. A ناقص D و A زائد D. طيب الدي هذه راح نضربها في القوس اللي هو القوس الآخر D زائد A، صار عندنا D مضروبة في D زائد A. طيب الشكل اللي أمامي أيضا أقدر أختصر، واضح امامي اني اقدر اختصر A زائد D مع D زائد A، يعني كلها تختصرها مع بعض. اذا هذه الاثنين بتروح، اذا يبقى عندي A ناقص D على D، وبكذا يكون بسط هذه العباره الى ابسط شيء عندي. ممتاز، نشوف مع بعض سؤال جديد. مثال اختياري، بسط العبارة y زائد عفوا 6 زائد 4 على y قسمة 2 زائد 6 على الواي. الخطوة الأولى في حل هذه المسألة راح الستة هذه نوحد لها المقام، إذا راح نضرب البسط المقام في y، الاثنين أيضا وش نسوي؟ راح نوحد لها المقام، إذا نضرب بسطا ومقاما في كم؟ في واي. ممتاز، اذا ضربنا في البسط على واي وايضا في المقام ضربنا في مين؟ في واي بسطا ومقاما. السبب عشان اوحد مين؟ المقامات. نضرب الان 6 في واي ب 6 واي. ممتاز، ضربنا هنا في المقام 2 في واي ب 2 واي. طلعت من حل هذه المساله 6 في واي ب 6 واي والأربعة بتنزل زي ما هي. عندي لحد المقام هنا كلها واي، إذا ما دام المقامات موحدة راح يكون في عملية الجمع أيضا بننزل بواي. نجي المقام 2 في واي 2 واي زائد 6 تنزل، والمقام وحدناه إلى إيه؟ إلى الواي. بعد كده راح نحولها إلى قسمة
6 واي زائد 4 على واي تنزل قسمة 2 واي زائد 6 على الواي. الآن نقلب المقسوم عليه عشان نحول هذه العملية إلى عملية ضرب. صار عندي 6 واي زائد 4 على واي ضرب واي على 2 واي زائد 6. عندنا عملية اختصار أخرى، الواي مع الواي بتروح، يبدأ عندي 6 واي زائد 4 على 2 واي زائد 6. إذا الإجابة الصحيحة هي الإجابة C. نروح الآن إلى فكرة جديدة في هذا الدرس تتكلم عن تبسيط القصور المركبة بإيجاد الـ LCM للمقامات. إذا هنا تبسيط القصور المركبة بإيجاد LCM للمقامات، واحد إيجاد LCM للمقامات، اثنين اختصارها بضرب كل من ضرب العبارة ومقامها في LCM. نبدأ حل المثال، بسط هذه العبارة، 3 ناقص 2 على A قسمة 1 زائدا A على B. نبدأ نبسط هذه العبارة. طبعا أول خطوة عندي لازم نوجد لي الـ LCM للطرفين اللي هو بكم يساوي AB. تعال الآن أضرب بسطا ومقاما في AB، 3 ضرب AB ب3 AB ناقص 2A ضرب AB يجي المقام، 1 ضرب AB زائد هذه زائد A على B ضرب AB. نقوم الآن بعملية اختصارات، الـ A تروح مع الـ A والـ B تروح مع الـ B. صار عندي 3 ضرب AB ب3 AB و2 ضرب B 2 B يجي المقام، 1 ضرب AB AB زائد A ضرب A A تربيع جاي. نروح نشوف سؤال جديد، بسط العبارة، 1 زائد 1 على اكس قسمة 2 على واي ناقصا 3 على اكس. طبعا في البداية راح نجيب مين؟ الـ LCM للطرفين. الـ LCM للطرفين هي XY. الآن نضرب الـ XY في البسط ونضرب XY في المقام. صار عندي 1 ضرب XY ب1 XY. 1 على X ضرب XY يصير 1 على X ضرب XY يجي المقام، 2 على Y ضرب XY ناقص 3 على X ضرب مين؟ ضرب XY. الخطوة اللي بعدها نقوم بعملية اختصارات، الـ X مع الـ X، وهنا أيضا X راحت مع مين؟ مع الـ X. في الأخير هنا الـ Y راحت مع الـ Y. صار عندي 1 ضرب XY بـ XY، 1 ضرب الـ Y بـ Y وحدة، 2 ضرب X 2 X، 3 ضرب Y ب 3 Y. نقدر نبسطها أكثر؟ نقدر نبسطها أكثر باستخراج العامل المشترك في البسط. المشترك في الطرفين هو مين؟ هو الواي. اذا ناخذ الواي عامل مشترك يبقى في الطرف الاول اكس والطرف الثاني يبقى الواحد، والمقام هو في ابسط صوره اذا راح ينزل زي ما هو 2 اكس ناقصا 3 واي. نشوف مع بعض ونستعرض سؤال جديد، بسط العباره، A على B
زائد الاثنين قسمة خمسة ناقصا B على الـ A. إذا الـ LCM للطرفين هو AB. إذا راح نضرب وسطا ومقاما في AB. يلا نبدأ نضرب الآن. A قسمة B ضرب AB زائد 2 ضرب AB يجيب مقام 5 ضرب AB ناقصا B على A ضرب AB. إذا ضربنا بسطا ومقاما في مين؟ في الـ LCM. الآن نقوم بعملية اختصار الـ B تروح مع الـ B والـ A تروح مع الـ A. إذا أشرتها لكم الآن هي الـ B تروح مع الـ B والـ A تروح مع الـ A. صار عندي جدا سهلة. نكمل الضرب A ضرب A A تربيع زائد 2 ضرب AB 2 AB تجي المقام 5 ضرب AB 5 AB ناقصا B ضرب B B تربيع جاهز. نقدر نبسطها أكثر؟ نقدر نبسطها أكثر. ناخذ عامل مشترك في الطرفين. الطرف الأول هنا الـ A أخذناها عامل مشترك بيجي A زائد 2B. في المقام العامل المشترك هو الـ B. إذا يفضل عندي هنا 5A ناقصا B وحدة. إذا كذا قدرنا نبسط هذه المسألة. نشوف مع بعض سؤال جديد. مثال اختياري بسط العبارة 2 على B زائدا 5 على A مقسوم على مين؟ 3 A ناقصا 8 B. خطوة الأولى جبنا الـ LCM للطرفين اللي هي AB وضربناها بسطا ومقاما. إذا 2B ضرب AB صار عندي 2B ضرب AB زائد 5A ضرب AB مقام 3A ضرب AB ناقصا 8B ضرب AB. الآن ضربنا البسط المقام في الـ AB اللي هي الـ LCM. الآن نقوم بعملية اختصار. B مع الـ B بتروح، A مع الـ A تروح، أيضا B مع الـ B بتروح، و A مع A بتروح. نشوف الآن هذه عمليات الاختصار. نبدأ الآن نكمل عملية الضرب. 2 في A 2 A، 5 في B 5 B، 3 ضرب B 3 B ناقص 8 في A ب 8 A. إذا قدرنا الآن نصل إلى الحل والإجابة الصحيحة هي الإجابة D. إذا الإجابة الصحيحة في حل هذا السؤال هي الإجابة D. نشوف الآن سؤال جديد يقول لي بسط هذه العبارة 5 على X زائد 2 زائد 2 على X ناقص 3 مقسومة على مين؟ 7 على X ناقص 3 ناقص 3 على X زائد 2. إذا نبدأ الآن الحل ونجيب الـ LCM للطرفين. الـ LCM هو X زائد 2 و X ناقص كم؟ 3. إذا راح نضربها بسطا ومقاما. إذا نضرب البسط والمقام في الـ LCM. نبدأ الآن بعملية الضرب. 5 لما أجي أضربها الآن في X 5 على X زائد 2 أضربها في X زائد 2 X زائد 3 X زائد 2 مع X زائد 2 بتروح يبقى 5 ضرب X ناقص 3. نجي لبعدها 2 على X ناقص 3 نضربها في هذا البسط X ناقص 3 مع X ناقص 3 بتروح يبقى 2 ضرب X زائد 2. نجي المقام 7 على X ناقص 3
اكس فاكتور 3 مع اكس فاكتور 3 بتروح يبقى 7 ضرب مين؟ اكس زائد 2. الاخيره 3 على اكس فاكتور 2 اكس فاكتور 2 مع اكس فاكتور 2 بتروح يبقى 3 ضرب مين؟ اكس فاكتور 3. ممتاز. الان نبسطها اكثر، 5 في اكس 5 اكس، 5 في سالب 3 سالب 15، 2 في اكس 2 اكس، 2 في 2 4، 7 في اكس 7 اكس، 7 في 2 14، سالب 3 في اكس سالب 3 اكس، وسالب 3 في سالب 3 بسالب 9. اجمع الاكسات مع بعض واجمع الاعداد مع بعض، 5 اكس زائد 2 اكس 7 اكس، سالب 15 وموجب 4 بسالب 11. نجي المقام 7 اكس ناقص 3 اكس 4 اكس، 14 زائد 9 ب 23. ابتدأ نكون وصلنا الى ابسط صورة ممكنة. ممتاز. نشوف مع بعض الآن سؤال جديد. يقول لي بسط العبارة، اكس على اكس ناقص 4 ناقص 2 على 2 اكس زائد 1 قسمة 3 اكس على 2 اكس زائد 1 زائد 1 على اكس ناقص 4. نبدأ الآن نجيب الـ LCM للطرفين اللي هو اكس ناقص 4 2 اكس زائد 1، هذا هو الـ LCM للطرفين. إذا راح نضربها الآن بسطًا ومقامًا. ممتاز. نبدأ ناخذ الجزء الأول اكس على اكس ناقص 4 نضربها في مين؟ في هذا القوس. إذا اكس ناقص 4 مع اكس ناقص 4 تروح، يبقى عندي مين؟ يبقى عندي اكس في 2 اكس زائد 1. نجي هذا الجزء الآن اللي هو 2 على 2 اكس زائد 1 نضربها بهذا القوس اللي باللون الأحمر المتشابهة هتروح، يبقى مين؟ يبقى 2 واكس ناقص 4. نجي المقام نركز فيه 3x على 2x زائد 1 نضربها في هذا اللي باللون الاحمر المتشابهه بتروح، يبقى كم؟ يبقى 3x ضرب x ناقص 4 زائد نمسك اخر جزء 1 على x ناقص 4 نضربها هنا باللون الاحمر. إذا x ناقص 4 مع x ناقص 4 بتروح، إيش يبقى؟ يبقى 1 ضرب مين؟ 2x زائد 1. نبسط الآن أكثر، 2x ضرب x ب 2x تربيع، x ضرب 1 في x وحده، سالب 2 في x بسالب 2x، سالب 2 في سالب 4 بموجب 8، سالب في سالب موجب، مقام 3x في x 3 اكس تربيع، 3 اكس في سالب 4 بسالب 12 اكس زائد 1 في 2 اكس ب 2 اكس، وفي الاخير 1 في 1 ب 1. الان نجمع المتشابهات، نجمع المتشابهات، 2 اكس تربيع ما في شيء زيها اذا بتنزل، اكس ناقص 2 اكس اذا سالب اكس، والثمانيه بتنزل زي ما هي. 3 اكس تربيع ما في مثلها بتنزل زي ما هي. سالب 12 اكس مع موجب 2 اكس اذا سالب 10 اكس. والواحد ما في زيه اذا بينزل الواحد. كذا نقول حلينا هذه المساله. نستعرض مع بعض الان ملخص لهذا الدرس تبسيط الكسور المركبه. عندي جزئين اليوم اخذناها، الجزء الاول هو تبسيط كل من البسط والمقام على حده، تبسيط البسط وتبسيط المقام كلنا على حده، اثنين كتابه العباره على صوره قسمه عبارتين، ثلاثه بضرب المقسوم
في المقلوب المقصود عليه، واخيرا بالتفصيل. والجزء الثاني اللي هو مين؟ الـ LCM. قلنا رقم واحد نضرب كل من البسط والبقاء في الـ LCM للمقامات، ورقم اثنين نقوم بعملية تفصيل. وبكذا يكون انتهينا من درسنا لهذا اليوم، واتمنى تكون فكرة هذا الدرس واضحة لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.